أقامت قوى الأمن الداخلي نشاط توعوي حول الجرائم المعلوماتية والسلامة المرورية بعدد من الثانويات الرسمية، وذلك بإطار بروتوكول التعاون بين المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للتربية بوزارة التربية حول التوعية الأمنية والاجتماعية بين تلامذة المدارس والثانويات ضمن مشروع تعزيز الشرطة المجتمعية الممول من الاتحاد الأوروبي. شمل النشاط طلاب تراوحت أعمارهم بين 16 و18 سنة، وتم تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية ومخاطر الجرائم السيبرانية، وذلك من قبل ضباط ورتباء من مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية وفريق السلامة المرورية بمعهد قوى الأمن الداخلي.